الو الو مامي، هو انت فين؟ مالك يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي قوي. انتوا اللي عاملين ايه؟ بكلمكم كلكم من امبارح تليفوناتكم مقفوله، في ايه؟ ما هو نور وادهم مكتئبين فقافلين موبايلاتهم، وانا موبايلي فصل ما خدتش بالي اصلا. وحشتوني قوي، طمنيني عليكم، انتوا عاملين ايه؟ مامي، هو انا ممكن اعرف انت اتطلقتي انت وبابا ليه؟ اللي حصل يا حبيبتي، بقول لك ايه يا ملك، انا عايزاكي تاخدي بالك من اخواتك كويس قوي. ايوه، يعني الكلام اللي احنا سمعناه ده حقيقي؟ سمعتوا ايه؟ ان انت يعني اتطلقتي عشان تعرفي حد على بابا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ باباكي؟ لا، طنط انجي؟ لا، سيد البواب ماشي يقول العمارة كلها الكلام ده. ادهم كان هيقتله. بابا اصلا مش شامل البيت. مالك ايه وهتصدقي كلمة من اللي بتتقال عليا؟ امك ست زي الفل وصخصلي. كل ما في الموضوع ان انا اتطلقت عشان ابوكي على علاقة بحد تاني. اوعي تصدقي كلمة، فاهمة؟ حبيبتي انا جاي لي مكالمة مهمة وهرجع اكلمك تاني. ايوه يا ياسمين. ايه اللي بيقولهولي جوزك ده يا ياسمين؟ شفت يا عمي بعد 20 سنة بيقول عليا الكلب، الكلب اللي جاب عيالي المواطي، بيلوث سمعتي قدام عيالي، بيكرههم فيا يا عمي. انا لو اقدر كنت نزلت طبقته في زمارة رقبته. الا قوليلي، عمرو اداكي الفلوس؟ ايوه اداكي الفلوس. طب كويس، ما تروحيش بقى البيت عندك، وروحي في اي حتة عند اصحابك لغاية لما نحل الموضوع ده. لولا مرات عمك تعبانة وبتعمل عملية وأنا مشغول معاها، والله كنت نزلتلك يا بنتي. طب وأنا هيحصل لي إيه دلوقتي؟ يعني أنا كده خلاص، خلاص مش هشوف الولاد تاني؟ لا، الموضوع ده كده هيتعقد شوية. زي ما قلتلك، شوفي تقعدي مع حد من أصحابك دلوقتي لغاية لما نحل الموضوع. أنا مش عايزة منه حاجة، والله ما عايزة منه حاجة، أنا بس كل اللي عايزاه إنه ما يلوثش سمعتي قدام عيالي وبس. لا لا لا، عيالك مش هيصدقوه ولا هيصدقوا كلامه، لأنك أنتي أمهم. أنا آسفة أوي إن أنا تعبتك معاك. ماشي يا عمي، باي باي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وحيد الله، وحيد الله. لا إله إلا الله، أنا مش هروح على البيت يا استعبد. طب هنروح على فين؟ مش عارف، وديني أي أوتيل رخيص. لا رخيص إيه بقى؟ مع الغالي تمنه فيه. هو الأوتيل بيبقى غالي ليه؟ عشان بيبقى أمان. مش عارفين إحنا لو رحنا فندق رخيص هيبقى أمان ولا لأ؟ خلاص وديني الأوتيل القديم. خلاص ماشي، من عناية. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.